رواق الحياة، رواق الحياة في الفقرة الموسيقية الليلة. عندكم مفاجأة مزيانة برشا 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 من فرقة أولاد صبرا، أولاد صبرا بقيادة الفنان كمال العيدي. أهلا سي كمال، سيدي مرحبا نورتنا بك، سيدي، الله يعيشك مرحبا وان بيك. شاء الله ديما هكا فهمتني. ومعاك الشاب المتميز خليل القرقني. سي خليل مرحبا، وبيك اكثر عايشك، نورتنا سي خليل، وبيك كيما عايشك منور القروان يا خويا. ان شاء جاتنا الله الليالي الرمضانيه، عاد جاتنا الاجواء الحلوه ان شاء الله. ان شاء الله سي ديما عماد منور. البرهوم يا اهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا عايشك بخويا، عايشك يعطيك الصحه. سي حسون العوني، عاد يا سيدي عايشك، المايسترو الفنان الكبير، بارك نورتنا الله سي حسون. عايشك ومعاك موجودك. ولد خويا سي منير بوقطايا. سي منير مرحبا بيك، وما ننساش شكون نسقلنا عاد الفقره هذه، المايسترو الكبير معز بن سعيد. باش نبداو من البدايه سي كمال، احكي لي على هالفرقه المزيانه، فرقه اولاد صبره. مشاركاتكم، اعمالكم، طبيعه الاعمال نتاعكم، شكون يالف لكم، كيفاش تعاملتوا مع التراث الى اخره. تفضل سي كمال. والله احنا فرقه معناها توا عندنا برشا نخدموا مع بعضنا فهمتني. قداش عمرها الفرقه؟ عندها توا قرابه، انا كنت نخدم مع عمي محمد علي، قبل كان هو يقول لي عندي فرقه، الفرقه هذيا راني مسميها اولاد صبره. ما شاء الله. سميتها انا مجموعه اولاد صبره. مجموعه اولاد على صبره. خاطر تضم برشا معناها عناصر اي نخدم بها في المهرجانات. ما شاء الله، فهمتني. عندك برشا مشاركات في ان شاء الله المهرجانات. بحول الله، احنا قبل توا فهمتني شاركت، قبل شاركت فهمتي في المهرجانات وعدد العناصر في الفرقه قديش بالضبط؟ تو حاضرين معانا اليوم هكا خمسه. بالنسبه للفرقه احنا مشينا على حساب قول لي. الاستوديو، على حساب الاستوديو. اما الفرقه اصلا أما قديش بالنسبه فيها؟ للفرقه، الفرقه تنجم تكون من ثمانيه تسعه من الناس، ثمانيه حتى تسعه من الناس. انا كي نظلي نخدم في المهرجانات توصل حتى ال 40. 40 عنصر. وال 40 عنصر هذوما عندكم تناغم بيناتكم، تتدربوا مع بعضكم؟ بالطبيعه بالطبيعه قبل ما نخدم. ممتاز جدا. اخر احلى مشاركه بقات في ذاكره الفرقه نهي. والله احسن حاجه تتفكرها مشاركه مزيانه. هما برشا كمان، هما كل مزيانين، اما اكثر ما تنجمش تميز هذه على هذه. ما تنجمش نميز بين هذه وهذه. باهي باهي، ثم جوائز تحصلتوش على جوائز؟ اي عندنا جوائز، عندنا شهاد، شهاد مشاركه وجوائز. فين انهي الجهات اللي مشيتوا لها؟ مشينا سليمان. سليمان اي. باجا. باجا. صفاقس. يا تبارك الله، صفاقس عاد بلاد الانشاد. اي ماله. خدمنا في صفاقس وكانوا رحبوا بينا وعملوا معانا الواجب. وحتى هما زاد عجبتهم السهريه ما شاء الله. والسنه ان شاء الله بحول الله نسيان نرجع لهم. سيدي عندك نصيف ساعه، نصيف ساعه، المستمعين نتاعك متشوقين ليك برشا من اللي لانسينا احنا العنوان، الناس متشوقين ليك برشا، وثم حتى بعض مكالمات هاتفيه طلبوا حبوا يتواصلوا معنا. ننطلق من البدايه مع مجموعه اولاد صبره بقياده الكمال العيدي، ومعه طبعا خليل القرقني، عماد البرهومي، حسونة العوني، ومنير بوقطايا. يلا بينا. بيكي ما
نمسك في الجيب يحضر من كان من كان خافي Thank you.
شكرا، تحية كبيرة كبيرة كبيرة. تحية تصفيقة أيمن ليغا، نحب تصفيقة أقوى من هذا، أقوى من هذا حتى من الاستوديو، تصفيقة كبيرة على مجموعة أولاد صبرة بقيادة كمال العيدي ومعها العناصر الحلوة الرائعة المتناغمة، تناغم كبير برشا برشا برشا. خليل القرقني، عماد البرهومي، أحسن العوني، منير بقطايا، ومعز مسعيد دخل بالعود وعطى إضافة كبيرة برشا، تبارك الله. جوة كبيرة هنا في رواق الحياة مع إذاعة الحياة مع مجموعة أولاد صبرة، فرقة إنشادية متميزة متكاملة، فهل عواشر، تبارك الله ما شاء الله عليكم. حبيت نرجع مع خويا كمال العيدي، شنو توا حاليا اش قاعدين تحضروا؟ عندكم أنشطة في سيدي رمضان؟ ثماش حاجة؟ قل لي. والله بحول الله احنا متوكلين على ربي. ونعم بالله. كل شيء. اي. عندنا حاجات جايتنا. خلوها مفاجأة. خليوها مفاجأة. خليها مفاجأة. مالا نخرجوا فاصل غنائي قصير يرتاحوا جماعة شوية، ونرجعوا في الوصلة الثانية اللي باش نختموا بها هذا اللقاء الرائع الجميل مع تحيتنا الكبيرة كبيرة لهذه الفرقة المتميزة.